إذن الماضية لا كفارة فيها، اليمين الماضية لا كفارة فيها، إما أن تكون حلال وإما أن تكون إيش؟ حرام. أما اليمين الحاضرة اللي على أمر مستقبل، هذه هي التي فيها الكفارة، هذه هي التي فيها الكفارة إذا كانت على أمر المستقبل. هذا يعني تفصيل القول. الماضية ليس فيها كفارة، فإما أن تكون كاذبة وهو عالم فهي اليمون الغموس، وإما أن تكون يظن صدق نفسه فهي ثم تبين أنها ليست بصادقة، فهذا من لغو اليمين كقوله يعني. ولغو اليمين أيضا يطلق على شيء آخر وهو قوله في أثناء حديثه لا والله بلا والله، هذه أيضا يسمى لغو اليمين. إذن لغو اليمين إما أن يكون على أمر ماضي وتبين وهو لا يظن صدق وتبين أنه ليس بصادق فهذا لغو يمين لا شيء فيه، وإن كانت على أمر ماضي وهو يعلم أنه كاذب فهي اليمين الغموس، وإن كانت على أمر ماضي وهو صادق فهو صادق على حاله. نبقى على اليمين التي توجب الكفارة وهي اليمين على أمر مستقبل. نعم.